المؤمن للفريق وهو أمين مفتتي. الحلقة الأولى من الجولة الثانية هدف على الفريقين. الفريق الآن برافو برافو بالنسبه لنا هذا القرار اللي كنرحبوا به اللي جا من عند كان حق قرار حكومي الدرجه الاولى، والناس ديال الحكومه ديالنا شافوا بان هذه وزاره الشباب والرياضه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وحنا بطبيعه الحال مادام اننا كنضوي تحت الجامعه الملكيه لكره القدم، يعني بالنسبه لنا كنمتثلوا لهذه القوانين وكنمتثلوا لهذه اللي ما فيه سلامه المواطنين وسلامه الجمهور ديالنا وسلامه هذه، يعني بكل صراحه يعني كيبقى كتبقى مقابله بدون جمهور كتبقى دائما عندها واحد ما عندها حتى شي طعم، ولكن للضروره احكام يعني مسير اخاك لبطل، يعني ما كرهناش ولكن ما عندنا ما نديرو، افتقدنا اليوم الجماهير ديالنا، افتقدنا حراره الملعب الشرفي، ولكن اثرت علينا يعني بالجانب احنا في فريق نادي الكناسي، يعني غياب اي دعم وتزيد حتى ذاك المدخول ديال الملعب اللي كنا دائما من 15 ل 15 مع الاقل كنسدوا به بعض كما كنقولوا بعض التقابي، ولكن مع الاسف قدر الله ما شاء فعل، يعني بالنسبه لنا كنتمنى ان شاء الله كما كتشوفوا نقدروا نحققوا نتائج ايجابيه اللي كنا نهضيوها للجماهير ديالنا اللي غايبه عندنا في هذه المقابله اليوم. عادل الرحموني الكاتب العام ديال الاتحاد الصحفيين الرياضيين بالمغرب. اليوم كانت واجد مدينة مكناس خاصة المباراة ديال النادي المكناسي وبلدية ورزازات برسم يعني البطولة الوطنية خاصة بالهوات. كنلاحظوا بأن الملعب الشرفي كباقي الملاعب الوطنية اليوم بدون جمهور، السبب هو القرار ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الحفاظ على سلامة الجماهير المغربية، خصوصا بعد تفشي مخافة من محافظة على الصحة ديال الجماهير المغربية بخصوص الوباء ديال كورونا، وبالتالي كان قرار سليم نظرا لأنه بعد اكتشاف جوج حالات في مدينة الدار البيضاء رجل وسيدة، وبالتالي التجمع غادي يعطي واحد نوع من التقارب ما بين يعني الجماهير، وممكن يكون شي حالة اللي ما تكونش معروفة، وبالتالي كان قرار سليم للجامعة، واعتقد على أنه حتى المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد إفريقيا الوسطى اللي غتجرى في مركب رياضي محمد الخامس يوم 27 مارس غادي تجرى بدون جماهير، وهذا كيتضح لأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انخرطت في هذا القرار اللي هو قرار وطني وكيهم جميع الشريحة، واليوم شفنا يعني أن كل شيء يعني حتى على وراء يعني المدرجات ديال الملعب الشرفي ما كاينش جماهير اللي يعني تفهموا الأمر وما جاوش أنهم تجمهروا في النواحي ديال الجنبات نتاع الملعب الشرفي بمدينة مكناس، ونتمناو إن شاء الله الخير للرياضة الوطنية خصوصا بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. أعتقد على أنه هذا سيت ميساج للجمهور، وحتى الجمهور نصيحة من هذا المنبر الإعلامي على أنه هذه فكرة ممتازة، ويستحسن أنهم بلا ما يجيو باش ما يخلقوش حتى المشاكل لا في المستوى الأجهزة الأمنية ولا حتى على نفوسهم، لأنهم بصراحة حتى الجمهور أنا بالي ديال مكناس بعدا في الجنبات أنه تفهم الوضع، وهذا ميساج لهم باش جميع الجماهير المغربية بلا ما تمشيو في هذه الاونه للملاعب.